بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل فيديوهات كورس خرسانة تانية مدني. أول فيديو اتكلمنا مع بعض على الكونتنتس بتاعت المنهج، قلناها سريعا كده، وكمان دخلنا في أول توبيك اللي هو اليونتس، وقلنا ايه أهميتها وهنعرفها ليه وده هيفيدنا أصلا ازاي. طيب دلوقتي هنخش مع بعض في تاني حاجة بتكلم فيها عن كونكريت از ماتيريال، خرسانة بتاعتنا كماتيريال. عايزين نعرف انا عنها ايه اصلا، ايه اللي يهمنا عن الماتيريال نفسها. اول حاجة هتقابلنا في كل المسائل ايه اللي هنحلها في الخرسانة، حاجة اسمها الاف سي يو. يقول لك الاف سي يو بتساوي مثلا 25 ميجا باسكال. 25 ميجا باسكال احنا عرفنا بقى الفيديو اللي فات يعني ايه ميجا باسكال. قلنا الميجا باسكال هو النيوتن على المليمتر سكوير، يعني 25 دي هي 25 ميجا باسكال، او هي برضو 25 نيوتن على المليمتر سكوير. بتساوي لو انا عايز احول بقى بتساوي 250 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير. حولتها ازاي؟ هي نيوتن على المليمتر سكوير، حول النيوتن للكيلو جرام وحول الايه المليمتر سكوير للسنتيمتر سكوير، بالراحه كده هتلاقيها 250. جربها دلوقتي كده وشوف. طيب يعني ايه بقى اف سي يو اصلا؟ اف سي يو دي هي قيمه اجهاد الكسر للمكعب الخرساني القياسي، اللي هو اصلا ايه ابعاده 150 في 150 في 150 متر متر ايه او مليمتر مكعب. يعني عندي مكعب كده الفوليوم بتاعه 150 في 150 في 150 مليمتر مكعب. المكعب ده بعمل ايه؟ بصب فيه خرسانه، وعندي مكعب كده ايه حديد او ايا كان المعدن بتاعه، هصب فيه الخرسانه بمكوناتها كلها طبعا، معانا من غير حديد طبعا، تمام. هصب الخرسانه وبعد 28 يوم من الصب اختبرها. هجيب المكعب ده كده واحط المكعب تحت او في المكنه بتاعه الاختبار، مكنه اختبار الضغط، ونشوف حمل الكسر قد ايه، ونقسمه على الفوليوم بتاع المكعب خلاص، ونشوف الاجهاد الكسر بتاعه قد ايه. هي دي قيمه الاف سي يو بتاعه الخرسانه اللي معمول منها المكعب ده. يبقى يهمني قوي حاجه اسمها اف سي يو، لانها بتعتبر قوة تحمل الخرسانة للضغط. يعني لما اقول لك الخرسانة اللي عندك دي مقاومة الضغط بتاعها كام؟ تقول لي هي الاف سي يو بتاعتها بكام؟ أول ما تعرف اف سي يو بكام؟ هتعرف مقاومة الخرسانة دي للضغط كام؟ طب يعني إيه مقاومة خرسانة للضغط أصلا؟ زي ما قلت لك أنا لو جبت المكعب ده وضغطت عليه بالحمل اللي هو في المكنة بتاعت الاختبار هتكسر المكعب ده عند حمل قد ايه؟ اقسمه على الاريا بتاعت المكعب اللي هي 150 في 150، يعني اعرف اجيب اجهاد الكسر. يهمني في ايه؟ انا لما اعرض الخرسانه دي اعمل منها مثلا كاميرا خلاص؟ اعرف لو انا ضغطت على الكاميرا دي بالاجهاد بتاع الكسر بتاع الخرسانه اللي انا اختبرته قبل كده اعرف ان هي هتتكسر. يبقى مقاومه الخرسانه للضغط هي ايه؟ الاف سي يو. ده أول حاجة عايزك تعرفها، اف سي يو للخرسانة. بعد كده الاف سي تي ار اللي هي ايه؟ الكونكريت تنشن رابشر، كونكريت تنشن رابشر بتاع الخرسانة، مقاومة الخرسانة للشد، وهي أكبر مقاومة للخرسانة في الشد. إذا زاد إجهاد الشد في الخرسانة عن هذه القيمة على طول تحدث ايه؟ شروخ. طيب يبقى احنا اول حاجه عملنا ايه؟ عرفنا مقاومه الخرسانه للضغط اللي هي الاف سي يو. نفس الكلام عايزين نعرف مقاومه الخرسانه للشد. لو عملت كاميرا من الخرسانه بتاعتي دي وجيت حطيتها وعايز اشدها، حطيتها تحت تنشن فورس خلاص، انا هعرف هي تكسر امتى. هتكسر عن عند الاف سي تي ار بتاعت الخرسانه دي. طيب هي الاف سي تي ار دي ممكن احسبها بدلاله الاف سي يو اللي انا
ايه اختبرتها او اختبرت الخرسانه عندها وعرفت قيمتها. فالاف سي تي ار بتساوي 0.6 من ايه؟ من جذر اف سي يو. الناتج ده بيديني الاف سي تي ار بالايه؟ بالنيوتن على الملي متر سكوير. بتكافئها يا باشمهندس افتكر معايا اللي هي الايه؟ الميجا باسكال. خلاص؟ يعني الاف سي تي ار دي هطلعها رقم واليونت بتاعته ايه؟ نيوتن على الملي متر سكوير اللي هي الايه؟ الميجا باسكال. يبقى انا في حاجتين مهمين عايز اعرفهم عن الخرسانه. وبصراحه يهمني قوي قوي اول واحده. اف سي يو اف سي تي ار. اف سي يو دي اهم كاركترستيك للخرسانه. اهم كاركترستيك هي الاف سي يو. بعد كده الاف سي ار برضو ساعات بتهمني وبتحتاجها في بعض المسائل. طيب بعد كده بخش بقى على الشكل ده اللي هو تقريبا حياه الماتيريال بتاعتك كلها. اي ماتيريال عايز تدرسها بترسم لها ستريس سترين كيرف على طول. فالستريس سترين كيرف بتاع الخرسانه في حاله الكومبريشن، خد بالك في حاله الكومبريشن بقول لك ايه؟ ان هي بالمنظر ده اللي هو الكيرف الاحمر ده، بيطلع شويه لينير وبعدين يعمل كيرف. طيب عندك قيمتين يهموني في الخرسانه لسه كنت قايلهم، اسمهم ايه؟ اف سي يو واف سي تي ار. مقاومه ضغط اف سي يو، مقاومه شد اف سي تي ار. كويس جدا. في رقمين عندي بصراحه يهمني، الرقم الاخير ده اللي هو 0.003. الرقم ده هو الماكسيمم سترين للخرسانه. ماكسيمم سترين للخرسانه يعني ايه سترين؟ طيب سترين يعني اكني بعمل استطاله للعنصر بتاعي، العنصر الخرساني بتاعي. سترين هو الدلتا ال على ال. يعني ايه؟ يعني التغير الحادث في الاليمنت بتاعي على الطول الاصلي، هو ده السترين. يعني بقول لك ببساطه كده هو قد ايه حصل استطاله للعنصر بتاعك. فانا بقول لك مش هيحصل اكتر من ايه؟ من 0.003. ده ماكسيمم سترين للخرسانه. لازم تكون حافظ الرقم ده وعارفه تمام. طيب يبقى الستريس سترين كيرف بتاع الخرسانه في الكومبريشن هو ده شكله. يهمني عليه اعرف حاجه اسمها معاير المرونه اللي هو اليانجس مودلز. برضو الرقم ده يهمك شويه وهتقابله كتير. حاجه اسمها الاي. طبعا السي دي اسمها ايه؟ اسمها اي سي. سي يعني كونكريت. انما كلمه او الحرف اي ده اللي هو اختصار ايه؟ يانجس مودلز او مودلس اوف الاستيستي. مودلس اوف الاستيستي اللي هو اليانجس مودلز. كويس. بيعبر عن ايه ده؟ هو الاول بيساوي الاستريس على السترين. ستريس على السترين يعني ايه؟ يعني تجيب الاستريس بتاعك تقسمه على السترين، ده كده بيساوي الاي اللي هو اليانجس مودلز بتاع الماتيريال بتاعك. اجيبه ازاي من على الكيرف؟ هو زاوي ميل المماس مع المحور الافقي عند اي نقطه. خد اي نقطه على الكيرف ده وليكن النقطه دي، هتلاقي المماس بتاعها خط كده. الخط ده ارسم خط افقي اللي هو المحور الافقي، شوف الزاويه بينهم، هي دي الاي بتاعه الماتيريال بتاعك. خلاص. طيب انا بقول لك ان الاي بتاع الكونكريت عند النقطه الاولانيه اللي هي عند الايه؟ عند الخط الاوبل اللي هو الايه؟ الطردي ده، التناسب الطردي ده، النقطة دي أو الخط ده، لو خدت نقطة أي نقطة عندها وليكن النقطة دي، جبت لها مماس وشفت الزاوية بين المماس عند أي نقطة على الإيه؟ على الجزء ده مع المحور الأفقي، حاجة اسمها الـ EC1. EC1 يعني إيه؟ Modulus of Elasticity of Concrete. بس ده إيه؟ Before Cracking. هنفهم يعني إيه كراكنج في الخرسانة قدام شوية، لما نخش في ايه؟ في الفيرست برنسبل ونفهم يعني ايه كراكنج. خلاص. هي بتعتبر خرسانه بتاعتك او الاليمنت الخرساني بتاعك بيمر بشويه مراحل، منها الكراكنج دي هنفهمها قدام شويه. بعد كده بعد منطقه الايه؟ المرونه دي، بتبدا منطقه ثانيه كده اللي هي الكيرف ده، بيحصل بقى بعد كده كراكنج اللي هو ايه؟ الجزء الكيرف ده. ده كده حصل كراكنج. فلو خدت اي نقطه جبت لها مماس وبعدين شفت الزاويه بين المماس والمحور الافقي، هيديك حاجه اسمها الاي
سي 2 مودلس اوف الاستيستي اوف كونكريت بس افتر كراكنج. كويس، لازم تحفظ الرقم ده قدام الكود. طبعا الكلام ده ما بيتغيرش، ان المودلس اوف الاستيستي بتاع الخرسانه بيفور كراكنج بيساوي 4400 جذر اف سي يو، وخد بالك هيطلع بالنيوتن على المليمتر سكوير اللي هي الميجا باسكال. طيب كويس، عايز بس اقول لك معلومه سريعه ودي ليك طبعا مش هتقابلها كتير يعني دلوقتي. بقول لك ان الاف سي يو مقاومه الخرسانه للضغط بتساوي تقريبا 10 الى 20 ضعف مقاومه الخرسانه للشد. ده معناه ايه ده يا باشمهندس؟ معناه ان الخرسانه بتاعتك قويه في الضغط او قويه في تحمل الضغط وضعيفه في في ايه؟ في تحمل الشد. جمله كده عريضه حطها في ذهنك وتبقى عارفها تماما وحافظها. الخرسانه قويه في الضغط وضعيفه في الشد، تتحمل ضغط كويس جدا طبعا للحد بتاعها اللي هو الاف سي يو، وتتحمل شد بضعف، يعني ضعيفه جدا في تحمل الشد. لذلك حاجه قدام كده شويه، لذلك ايه؟ بحط حديد تسليح. دي كده حاجه قدام هقولها قدام شويه. ليه بحط حديد تسليح؟ عشان انا في الاخر عايز اقاوم الايه؟ الشد. هو انا دايما هيجي لي ضغط؟ لا طبعا، في حتت فيها ضغط وحتت فيها ايه؟ شد على الاليمنت ده. طب الاليمنت ده لو عملته خرسانه بيور من غير حديد او من غير حاجه تقاوم الشد، الخرسانه او الاليمنت ده اول ما عرضه شد اتكسر، او لغايه ما يتحمل اف سي تي ار بتاعته اللي هي بتبقى قيمه صغيره جدا وبعد كده اتكسر. طب مش هينفع، يبقى الحل ايه؟ ان انا كنت احط حاجه تقاوم الشد. يبقى سريعا كده الجمله اللي انا عايزك تطلعها كده من هنا او تطلع بيها من هنا، خرسانه ضعيفه في الضغط ضعيفه في الشد قويه في الضغط. خرسانه ضعيفه في الشد قويه في الضغط. طيب بعد كده عايز اخش بقى على الستريس سترين كيرف فور ستيل ماتيريال انتنشن. خد بالك، يبقى انا اول حاجه اتكلمت على الستريس سترين كيرف بتاع الخرسانه في حاله الكومبريشن. تاني حاجه بخش بقى اقول لك عايز اشرح لك ستريس سترين كيرف فور ستيل ماتيريال انتنشن. انا بقول لك ايه؟ انا بحط الحديد تسليح في الخرسانه عشان يشيل التنشن. خلاص الخرسانه كفيله ان هي تشيل الضغط اللي عليها. محتاج ايه؟ محتاج حاجه تقاوم الشد، فانا بحط ستيل في الخرسانه اللي هو الايه؟ الحديد يعني. طيب ده شكل الستريس سترين كيرف. خد بالك جزء طردي، بص كده خط مستقيم، بعد كده منطقه بتعمل حاجه بالمنظر ده هقولها دلوقتي، بعد كده بيعمل كيرف. النقطه دي نقطه فيلير، يعني النقطه دي هنا كده اخر الكيرف نقطه فيلير، يعني الحديد او سيخ الحديد خلاص في حصل له فيلير انهار تماما. طيب عايزين نفهم كده سريعا ايه الشكل اللي قدامك ده. الشكل اللي قدامك ده حد لدونة اللي هو النقطه دي اخر الخط، يعني المنطقه دي كلها كده من اول الصفر الاول هنا كده لغايه ما امشي عند النقطه دي كده، لغايه ما اجي عند النقطه دي اللي هي حد اللدونة، سوري حد المرونه. حد المرونه يعني ايه؟ يعني سيخ الحديد بتاعك هيبقى مرن، يعني اي تشكل يحصل فيه، اي تشكل اللي هي ديفورميشنز، يعني اي تشكل يحصل في السيخ لغايه النقطه دي اللي هي بتاعت الاف فيلد دي، وشلت التشكل او شلت الحاجه اللي بتعمل التشكل في السيخ، يرجع السيخ لحالته الاصليه. تاني مسكت سيخ الحديد قعدت تتني فيه تعمل ديفورميشنز وهكذا، بس بتعمل ديفورميشنز في حدود منطقه الايه؟ المرونه. طيب عملت ديفورميشنز، سيب بقى خلاص الايه؟ الحاجه اللي بتعمل الديفورميشنز دي، شيل الاجهاد اللي بيعمل الديفورميشنز دي، هيرجع سيخ الحديد تاني لحالته الاصليه. ده حد اسمه ايه؟ او منطقه اسمها ايه؟ منطقه المرونه. كويس جدا. بعد كده لو انت زودت الاجهاد شويه بعد حد المرونه بيحصل حاجه اسمها ايه؟ المنطقه دي رقبه في السيخ، بيحصل حاجه اسمها رقبه. يحصل ييلدنج قوي 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 فيحصل رقبه، نيك. رقبه في السيخ. وبعد كده يتحمل شويه ستريس لغايه ما ينهار. يبقى ده شرح سريعا كده للكيرف اللي قدامك ده. طيب نفهمه اكتر؟
في حاجة اسمها الاف يلد وحاجة اسمها الاف التمت. وده اللي انا موضحها كده اف التمت واف يلد. اف يلد هي النقطة اللي هنا دي، هو اقصى حاجة في المرونة. فانا بقول لك اهو، هو اجهاد الشد الذي تصبح عنده استطالة الحديد غير طبيعية. ده اسمه اجهاد الخضوع. بيحصل عنده استطالة غير طبيعية، يعني ايه؟ بتظهر رقبة في السيخ زي ما بقول لك. كويس؟ بيحصل استطالة كبيرة ومفاجأة، اللي هي المنطقة اللي هي مشرشرة دي، النقطة المنطقة الصغيرة دي كده، ده بيحصل فيها استطالة كبيرة ومفاجأة، فجأة كده يحصل استطالة. خلاص؟ ده الاف يلد اللي هو اليلدنج ستريس، اللي هي الواي دي اليلدنج ستريس. الحد التاني اللي انا عايز اخليك تعرفه حاجة اسمها الاف التمت. اف التمت هو بيسمى احيانا اجهاد الضمان، اجهاد الضمان او اجهاد الكسر. هو ده بيقول لك هو اجهاد الكسر او القطع الذي يقطع عنده الايه؟ الحديد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي قعدت اعمل ديفورميشن في السيخ، عمال اتنيه واعدله واتنيه واعدله وهكذا، هيجي عند فتره عند حد معين اللي هو الاف التمت وتلاقي السيخ كسر. ده كده اسمه الايه؟ اجهاد الكسر اللي هو الاف التمت. كويس، يبقى انا الستريس سترين كيرف للستيل في التنشن عايز اعرف عنه كذا حاجه. يعني ايه فيلد؟ يعني ايه اف التمت؟ يعني ايه اي اللي هي اليانجس مودلس، بس المره دي للايه؟ للستيل. بقول لك ان هي برقم ثابت تكون حافظه، هو 2 في 10 اس 5 نيوتن على المليمتر سكوير اللي هو برده الميجا باسكال. خد بالك بقى دي فايز اليونتس دلوقتي. يعني انت لو جالك في المساله الوحدات بتاعت المساله كلها مثلا بالكيلو جرام على السنتيمتر سكوير، يعني كل الوحدات في المساله كيلو جرام وسنتيمتر سكوير او سنتيمتر، وانت حافظ ان انت الاي بتاعتك 2 في 10 اس 5 نيوتن على المليمتر سكوير وانت محتاجها في المساله بتاعتك، هل هتستخدمها بالوحده بتاعتها ولا هتحولها؟ اكيد هتحولها. يبقى لازم تكون بتعرف تحول بين الوحدات عشان تعرف تشغل المسائل بتاعتك صح وتطلع في الاخر ايه ارقام مظبوطه. ده مهم جدا. يبقى شرحنا لغايه دلوقتي كده سريعا، قلنا يعني ايه ستريس سترين كيرف بتاع الكونكريت، عرفنا عنه الاف سي يو والاف سي تي ار، قلنا مقاومه الضغط بتاعه الخرسانه اف سي يو، مقاومه الشد اف سي تي ار، عرفنا يعني ايه يانجس مودلس بتاع الخرسانه. كويس، بعد كده قلنا ستريس سترين كيرف بتاع الستيل، عرفنا عنه الاف التمت والاف يلد، وعرفنا عنه اليانجس مودلس بتاع الستيل. طيب بعد كده هيقابلك حاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ طيب ايه التايبس اوف ستيل؟ طبعا بنتكلم في مصر، خلينا في مصر دلوقتي بنتكلم على التايبس اوف ستيل، عشان في دول ثانيه في تايبس اخرى حسب المصانع بتاعت الحديد في الدول الاخرى. بنتكلم دلوقتي في مصر والمصانع بتاعتنا بتنتج ايه؟ فاحنا عندنا بتنتج حاجه اسمها المايلد ستيل، حاجه اسمها الهاي ستريس ستيل، حديد طري وحديد عالي المقاومه. كويس، الحديد الطري في منه نوعين بينتجوا، اللي هو حديد 240 على 350 وحديد 280 على 450. وبصراحه الموست كومن هو ال 240 على 350، وده اللي هيقابلك في المسائل كتير. يعني غالبا في المسائل بتاعتك هتلاقيك نفسك بتستخدم الحديد الطري اللي هو 240 على 350، يعني هو ده الغالب اللي هو ايه مستخدم في مصر قوي. بعد كده الهاي سترينث بننتج منه، ينتج منه نوعين اللي هو 360 على 520 وال 400 على 600. وبصراحه برضو الموست كومن اللي هو 360 على 520 الا في حاله المشاريع الكبرى قوي والشركات الكبيره اللي هي ليها اسم وليها تقل في السوق قوي بيستخدموا ال 400 على 600 ده، فعشان كده بقول لك ده قليل قوي استخدامه. طيب ايه بقى ال 240 وال 350 اللي انا كاتبهم دول؟ وليه يعني كاتبينهم كده؟ انا في اي ستيل بعبر عنه بحاجتين، بعبر عنه بحاجتين اي سيخ حديد بعبر عنه بايه؟ بصراحه ثلاث حاجات، ثلاث حاجات. هو الاف فيلد بتاعته كام، هو الاف التمت بتاعته كام، هو الفاي بتاعته كام. كلمه فاي بقى تعود على الكلمه دي، الفاي اللي هو ايه الرمز ده، الفاي يعني ايه؟ يعني قطر دايمتر، يعني خد بالك دايمتر مش نص قطر، خد بالك. طيب تمام، الاف يلد قلنا يعني ايه؟ خلاص
الاف التيميت قلنا معناها ايه؟ ايه السيرفس ده؟ بقول لك انت لو مسكت سيخ حديد شفته كده قدامك هتلاقي سيخ الحديد ده يا اما املس معلوش اي حاجه خالص هو سيخ حديد كده وخلاص يا اما سيخ مشرشر مشرشر هتلاقي ايه؟ تلاقي فيه نتوءات بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده النتوءات كده تلاقي خطوط كده ملفوفه على السيخ طالع منه نتوءات كده فده ديفورمد وانما ده سموث ده سموث كويس فالمايلد ستيل بيبقى سموث الهاي سترينث دايما بيبقى ديفورمد خلاص فهمت يعني ايه الارقام دي بقى يا دي بتعبر عن الاف فيلد والارقام دي بتعبر عن الاف التيميت وقلنا الفاي معناها ايه معناها دايمتر طيب بصراحه الفايات برضو ليها اشكال مختلفه الفاي لما يبقى خط واحد كده بيعبر ان هو مايلد ستيل يعني لو لقيت كده في مشروع ما وانا شغال مكتوب يرجى استخدام فاي بس بالرمز ده فاي بالرمز ده 240 350 خلاص انا عرفت بقى من غير ما اقرا حتى ان هو 240 350 اعرف ان الفاي دي بدل مكتوبه كده فهي مايلد ستيل طيب لو لقيتها مكتوبه كده بعرف ان هي هاي سترينث بس خد بالك هي 360 على 520 طب لو لقيتها مكتوبه كده اعرف ان هي هاي سترينث ستيل بس هي خد بالك 400 على 600 طيب في المسائل هتلاقي بيتكتب لك الكلمه دي من غير حتى اليونت ده ستيل 24 على 35 طب لو كتب لك ستيل 240 على 350 ده في ارقام مختلفه ايه الصفر اللي زاد ده ده اختلاف يونت يا باشمهندس عشان كده انا عمال ابين لك ايه فايده ان انا كنت بقول لك ان اليونتس هتقابلك ومحتاج تفهمها كويس ومحتاج تعرف تحول بينها الستيل لما يتكتب كده 24 على 35 معناه ان هو كيلو جرام على سنتيمتر سكوير انما لو بقى 240 على 350 معناه ان هو نيوتن على ملي متر سكوير او ميجا باسكال خد بالك لو برضه عندك المساله كلها شغاله بالكيلو جرام والسنتي ومديك ان ستيل 240 على 350 ده المستخدم ما ينفعش تستخدم 240 بنفس الرقم كده تستخدمها 24 لان انا شغال بالكيلو جرام او سنتي عرفت بقى فائده الوحدات تمام اخر حاجه عايزين نقولها الكومون في مصر طبعا الكومون بارز فاي ايه الفايات اللي انت هتقابلها كتير في المسائل وايه الفرق بينهم احنا قلنا كلمه فاي يعني دايمتر يعني قطر تمسك سير حديد كده وتقيسه بالورانيه فاكر كده في اعدادي في الفيزياء او في الانتاج كان في حاجه اسمها القدمه ذات الورانيه حاجه كده كنت بتحط الحاجه جواها وتقيس قطرها هي دي بالظبط المستخدمه في الايه في الموقع شكلها كده بالظبط بنقيس الفاي بتاع السيخ بيها طيب هيقابلك حاجه اسمها فاي 8 فاي 10 فاي 12 فاي 16 فاي 18 وهكذا لغايه 25 وده غالبا يعني ما بنحاولش ان احنا في المسائل بتاعتنا نزود عن فاي 25 بصراحه لاني اكتر من كده يعني انا مش هستخدم فاي مثلا 32 قطر كبير وضخم في مثلا كاميرا بتاعه مبنى يعني صعب جدا يعني مستحيل كمان طبعا لاسباب ثانيه لاسباب تنفيذيه اسباب الصب ان انا اصب خرسانه الركام يقع ويشبك فيه ويمنع الخرسانه انها تنزل فطبعا يعمل تعشيش وهكذا بحاجات تنفيذيه وعيوب واخطاء لازم ناخد بالنا منها فطبعا احنا في الديزاين بنعود نفسنا ان احنا ما نزودش عن فاي 25 طبعا ده برده فاي 25 ضخم ساعات يعني ما بنستخدموش الا في الفريمز حاجه ضخمه باعماق 2 متر ومتر 20 ومتر 80 يعني حاجه تستاهل ان انا استخدم فاي 25 خد بالك وانا كاتب لك الفاي مكتوبه ان هي ايه الفاي 8 مكتوبه بشرطه واحده انما الفاي 10 وهكذا 25 مكتوبه بايه شرطتين بالمنظر ده ده يقول لك ده انديكيشن لايه ده انديكيشن ان فاي 8 ده مايلد ستيل انما فاي 10 وانت طالع كل ده فاي ايه بيبقى هاي سترينث ستيل طبعا ايا كان هو هاي سترينث 350 ولا 400 تمام مبدئيا كده الفاي 8 وساعات الفاي 10 بيستخدم حاجه اسمها الكنات هنعرف يعني كنات قدام بعد كده الفاي 12 وانت طالع بيبقى مستخدم في حديد رئيسي في تسليح الاليمنتس الخرسانيه المختلفه اللي احنا هنقابلها في الديزاين خلاص لغايه دلوقتي انا كده خلصت في الفيديو الثاني كنت بتكلم على الكونكريت ماتيريال شرحت الاستريس سترين كيرف بتاع الخرسانه بتاع الستيل ووضحت لك في مصر ايه الفايات اللي هتقابلها
وبالمناسبه هي دي الفوائد برضو اللي انت تقابلها في المسائل. وضحت لك كمان ايه انواع الايه الستيل المختلفه اللي هتقابلها وانت بتحل المسائل. المره الجايه ان شاء الله هنكمل مع بعض اكتر في الكونكريت ماتيريال، في الخرسانه وايه مكوناتها، وهنخش بقى في محتويات تانية في المنهج. السلام عليكم ورحمة